بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام من طلبة العلم وملتمسي تأصيل العقيدة في كل مكان، وهذا هو مجلسنا التاسع في دورة تأصيل العقيدة. ويتبادر السؤال إلى الذهن أيها الكرام الفضلاء، ما هو أول واجب على المكلف؟ يأتي هذا السؤال ويتكلم فيه الناس، فمنهم من يقول أول واجب على المكلف هو معرفة الله، ومنهم من يقول أول واجب على المكلف هو الإقرار بالربوبية، إلى غير ذلك من هذه الأقوال. نقول أول واجب على المكلف هو توحيد الإلهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فمن اعتقد ربوبية الله عز وجل ولم يفرد الله تعالى بالعبادة فقد أشرك بالله تعالى. فالواجب على العبد توحيد الله تعالى في الربوبية، وتوحيده في الإلهية، وتوحيده في الأسماء والصفات. وهذه أقسام التوحيد الواجب، وهذه هي أقسام التوحيد الواجب بالنظر إلى الخالق عز وجل، وأما أقسامه بالنظر إلى المخلوق فتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. لذلك أيها الكرام الفضلاء، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن توحيد الإلهية هو أول واجب على المكلف، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أصرحها ما جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله إلى اليمن معلما لأهلها قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجه الدلالة هنا لما قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، وفي رواية أن يوحدوا الله، وهذه هي رواية الإمام البخاري. فهذا الحديث صريح أن أول واجب على المكلف هو توحيد الإلهية. إذن لابد أن نؤصل هذا البنيان يا إخواني. إذا قرأت في تويتر في فيسبوك أو أتاك في عبر الواتساب أو إلى غير ذلك قال لك لا هو معرفة الله إلى غير ذلك، نقول إن معرفة الله كما ذكرنا مفطورة في قلب العبد، لأن الإنسان يولد على الفطرة، فهو عارف بالله تبارك وتعالى موحد، فهو مولود على هذا الأصل، والفطرة هي توحيد الله تبارك وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك لما يأتي في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيأتي أهل البدع يقول أي يعرفون، نقول هذا التفسير خطأ. يعبدون يعني يفردون الله بالإلهية، يفردون الله بالعبادة. الآن نأتي أيها الكرام الفضلاء للأدلة السمعية في أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية واضحة الدلالة، فاعلم أمر من الله عز وجل أنه لا إله إلا الله، الله هنا أتى توحيد له لا معبود بحق إلا الله، واستغفر لذنبك. ولذلك بواب البخاري، والبخاري رحمه الله فقه في تراجمه، فهو عميق في عناوينه رحمه الله رحمة واسعة، فقال باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك العلم هنا مقيد بماذا؟ بلا إله إلا الله. يعني ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، يعني توحيد الإلهية، يعني هذا هو أول واجب. ولذلك لما تتأمل في أول أمر في القرآن، الآية 21 في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي الآية التي بعدها 22 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنصحح هذا ونؤصل لهذا أيها الكرام الفضلاء. وهذا الذي أعني توحيد الإلهية هو أول واجب، هذا الذي جاءت به الرسل ونزلت من أجله وأنزلت من أجله الكتب، وهو الذي بدأ به كل رسول بالدعوة قومه إليه.
فانظر إلى قوله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كم مرة كررت في سورة الأعراف؟ عدة مرات، من أول ما نوح إلى هود إلى يونس، كل هؤلاء الأنبياء هذا أول ما يأتون به لقومهم يقولون هذا الكلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهنا أمة يعني الجماعة من الناس، لأن الأمة في القرآن على أربعة معاني: تأتي بمعنى الزمن والذكر بعد أمة، وتأتي بمعنى الملة إن وجدنا آباءنا على أمة على ملة، وتأتي بمعنى الجماعة من الناس كما في هذه الآية التي معنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني في كل جماعة من الناس. وتأتي بمعنى الإمام الداعية إلى الخير، إن إبراهيم كان أمة. طيب، لما الله بعث في كل أمة رسول، ما هو أول ما دعا قومه إليه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. وهذا هو معنى اعبدوا الله، هو إفراد الله بالعبادة. إذن أول واجب على المكلف أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف أي عمل من الأعمال التي هي من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آية منفية مستثناء، فهذا أسلوب حصر وقصر، يعني يوحدون. فلو أن الإنسان اكتفى بتوحيد الربوبية ليس ذلك عند الله ينجيه، ولو اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت واكتفى بهذا ولم يفرد الله بالعبادة بالتوحيد، بل عبد الله وعبد غيره، فإن هذا لا يكون كافيا، بل يكون من المشركين. ولذلك أهل الشرك عندهم نوع من الإيمان، يعني يعترفون بأن الله موجود وهو الخالق الرازق المدبر. حتى لما كانوا يطوفون حول البيت يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الله أكبر. هذا هو قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلذلك لم يكن ذلك كافيا لهم، ما كان ذلك كافيا لهم، ولذلك هم مقرون، مقرون أبو جهل وأبو لهب كل هؤلاء. ولذلك يقول ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما: إذا سألته من خلق السماوات قالوا الله، ومن خلق الأرض قالوا الله، ومن خلق الجبال قالوا الله، ثم بعد ذلك يعبدون غير الله. ولهذا كان حقيقة شرك المشركين هي عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى، مع الإقرار بالربوبية بأن الله هو الخالق الرازق، وهذا الذي أثبته القرآن في سورة لقمان وغيرها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وهم يعرفون أن الله عز وجل هو المدبر. ولهذا فقد كانوا يعظمون البيت والأشهر الحرمة ويمنعون القتال فيها، وكانوا يحلفون بالله. بل إن قوم عاد الذين أهلكهم الله عز وجل أخبر الله عز وجل عنهم أنهم تقاسموا بالله، فكانوا يحلفون بالله لنبيتنه وأهله، كما جاء في قصة نبي الله الذي ذكره إلى عاد أخاهم هودا. فهذا يدل على أنهم يعرفون الله عز وجل، لكنهم لا يفردونه بالعبادة. ولذلك
ننتبه لهذا الأمر الذي يلبس الآن أيها الكرام الفضلاء، يلبس الآن كثيرا على الناس. ولذلك قوم ثمود أيها الكرام الفضلاء، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قابل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. في سورة النمل هذه الآيات، قوم ثمود هؤلاء الذين أرسل الله إليهم صالح عليه السلام، يعني كانوا يقسمون بالله تبارك وتعالى لكنهم يشركون معهم هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله. إذن حقيقة الإسلام أيها الفضلاء الاستسلام لله في العبادة، فمن فهم هذه القضية فهم الإسلام وأصل لعقيدته، وهو بذلك هذا الأمر من أصول الدين التي لا يقبل للإنسان عذر في جهلها، وأنه لا تكون له نجاة عند الله إلا بإفراد الله بالعبادة وإثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم وجود أيها الكرام الفضلاء وعدم وجود الأشياء التي تنقض هذا الفهم وهذا الأصل. فننتبه لهذا انتباها كبيرا. ولذلك ما هو سبب الخلاف بين أهل السنة والقبوريين أيها الكرام الفضلاء؟ أول واجب على المكلف إفراد الله بالعبادة، لأن الأمور الأولية في العقيدة فطرية، فمعرفة الله عز وجل فطرية، ومعرفة الربوبية فطرية أيضا في جملتها، والتأله لله عز وجل والحاجة إليه فطرية بالجملة، وهذا هو معنى الفطرة. وهذه القضية التي وقع فيها خلاف عميق في تاريخ المسلمين بين أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحق والفرقة الناجية، وبين أهل الكلام المذموم من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم. ولهذا فإن هذا الخلاف القائم الآن بين أهل السنة من جهة وبين القبوريين من جهة أخرى فيما يتعلق بتعظيم القبور والطواف حولها والذبح والنذر لأصحاب هذه القبور ونحو ذلك من الشركيات، يعود إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة لم يؤصلوها. فأهل السنة تقريرهم للتوحيد هو الذي ذكرنا الآن، التوحيد الإلهي وتوحيد الربوبية، كما أنه فطري في الجملة، فإن أيضا ليس فيه إشكال. الإشكال كله أيها الكرام الفضلاء، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. المشكلة العويصة بين أهل السنة وغيرهم هي في توحيد الإلهية، أما في توحيد الربوبية كل مقر، حتى أبو جهل وأبو لهب كانوا مقرين بذلك وما عندهم فيه إشكال كما مر معنا آنفا. فالأم كلها تعترف بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، بل إن أول أمة نزلت على ظهر الأرض آدم وأبناؤه وقد كانوا على التوحيد لمدة 10 قرون، يعني لمدة 1000 سنة كما صح في الأثر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد كانوا على التوحيد لمدة 10 قرون ثم حصل الشرك في قوم نوح، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا وكان أول رسول أرسله الله عز وجل إلى إنسانه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وكان شرك قوم نوح في العبادة ولم يكن في معرفة الله عز وجل أو في إنكار وجوده أو أنه ليس خالقا أو رازقا. ولذلك يقول ربنا عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا ملة واحدة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان آدم وبنه على التوحيد 10 قرون. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة نوح لما يحكي ربنا عز وجل عن قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهؤلاء
كما جاء في التفسير في الطبري وعند ابن كثير رجال صالحون كانوا في قوم نوح، كما جاء عن ابن عباس وكانوا مضرب المثل في العبادة، فلما ماتوا حزن عليهم الناس، فجاء الشيطان وسوس إليهم أن ينصبوا على أشكالهم تماثيل ويضعونها في الميادين والأماكن العامة حتى يذكروهم بالعبادة، ولم يقل لهم اعبدوهم لأنهم كانوا قريب عهد بالتوحيد، ولا يمكن أن تنطلي عليهم هذه الخطة، فهكذا ولا تتبع خطوات الشيطان. فلما ذهب هؤلاء القوم وأتى الجيل الذي بعدهم عبدوهم ونسوا أصولهم، وجاء الشيطان إليهم وقال إن أباكم كانوا يستسقون بهم المطر فيسقون ويستدفعون بهم الشر فيندفع، فعبدوهم من دون الله عز وجل، فكانوا يعرفون الله يعظمونهم، لكن المشكلة الحقيقية أيها الفضلاء التي وقعت عندهم كانت في العبادة. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، هذه قضية مهمة جدا وأصل وأساس في بناء العقيدة وتأصيلها لطالب العلم ولكل مسلم إذا أدركها بهذه الطريقة، إفراد الله بالعبادة، وهي مسألة فطرية، وهي أول واجب على المكلف، ومن المسائل المهمة الذي ينبغي دراكها وسبرها حتى يعرف المسلم جذور الخلاف الذي وقع في حياة المسلمين في العقيدة، وكيف أن المسلمين اختلفوا في أصول دينهم، وأصبح هناك أشخاص يدافعون عن القبور والطواف حولها والنذر لغير الله عز وجل، ولهذا أتى الرافضة يعبدون القبور ويحجون إليها، ونحن في عاشورة ترى ماذا يفعلون، حتى إن أحدهم ألف كتابا وسماه حج المناسك. هل هو الحج لبيت الله؟ كلا، إنما يقصد ما هي المناسك التي ينبغي أن تفعل لزيارة القبور، وأسموها بالعتبات المقدسة، وجعلوا لها مناسك مشروعة، نسأل الله السلامة والعافية، وهي عندهم أعظم من الحج، من لم يحج إلى عتبات من مقدسة إلى قبور أوليائهم ما تم له الحج إن حج إلى بيت الله الحرام. ولذلك المسألة جد عظيمة، لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها، بل يقول بعض أئمتهم الحج إلى هذه المشاعر المقدسة العتبات خير من الحج إلى مكة 2000 مرة، 2000 مرة، يعني 2 مليون مرة. ولهذا فإنهم يأتون إلى هذه القبور ويبكون عندها ويسجدون لها ويدعون غير الله عز وجل كالأولياء والصالحين، ويطلبون منهم الأمور الخاصة التي لا تطلب إلا من الله، كالولد والرزق والعفو من الذنوب والبركة في الأموال والأولاد والأهل، ويمارسون الشرك حقيقة، ثم يقولون أنهم مسلمون. فأساس المشكلة في وقتنا الحاضر في فهم التوحيد، في إدراك حقيقة التوحيد أيها الكرام الفضلاء، هذا هو الأصل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، وغدا في لقاء لنتكلم عن أقسام التوحيد وبيان هذه الأقسام باعتبار الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، وأيضا باعتبار توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن ينير بصائرنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنا وصينا إلى البر والتقوى. اللهم ارحم أبي وأخي عادل، واحفظ وليدي على طاعتك، واشف أخي خالد، وبارك في أهلينا وذرياتنا يا رب العالمين، وعلمنا علما نافعا، وفق ولا تأمونا لكل خير، وعنهم على كل بير، واحفظ المسلمين في مشارق الأرض المغرب على التوحيد، واهد كل ضال ورد كل غائب، واشف كل مريض مسلم. تم الكلام، وربنا المحمود له المكارم والعلى والي، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لحق من وأخذ، وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.